السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين. من امبارح كده شفت مقطع فيديو انتشر جدا على السوشيال ميديا والناس تفاعلت معاه. مقطع كده للراجل البسيط بيبيع غزل بنات، راجل غلبان كده. صراحة المقطع بيتكلم عن نفسه. يعني تعالوا نشوف الفيديو الأول وبعدين نكمل كلامنا. والناس اللي قالت حد يوصلني بالراجل ده كمل الفيديو الآخر عشان هقول لكم مين والسلام كان دايما بيدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إن الرجل يقهر دي حاجة كبيرة، إن الرجل يحس إن الدنيا جاية عليه ومش قادر حتى ينزل دموع عشان محدش يضحك عليه، دي حاجة كبيرة جدا جدا. ربنا يكون في عونه، أكيد هو في ضيق، أكيد هو محتاج حاجة ومحدش عارف يوفرها له، أكيد هو مش عايز يتكسر قدام اولاده، فربنا يفك كربه وكربنا جميعا. يعني شكلها كده جابت اخرها معاه، الله يكون في عونه والله العظيم. يعني انا مش عايز ادعي واقول ربنا يصعبها عليهم زي ما صعبوها على الناس. اللي انتوا اصلا ما سمعتوش في الفيديو ان ده اصلا كان بيكلم نفسه، يعني ماشي في الشارع بيكلم نفسه عمال يرمي غزل البنات يئس. والناس اللي عايز تعرف مين ده اسمه عم محمد، طبعا صاحب المقطع الشهير بتاع غزل البنات، اسمه عم محمد. محمد طبعا زي ما انتوا شفتوه او عم محمد شخص كده على باب الله، وبيقول في اليوم ده ما بعتش بجنيه وما روحتش بجنيه لعيالي، بيقول روحت البيت لاولادي الاربعه مش معايا جنيه. فربنا يفك كربه. الناس اللي جايه عايزين يعرفوا مين ده اسمه عم محمد من سوهاج. لو نزلت على صفحتك وعايز تستفسر اكتر كذا واحد هيدلك عليه والدال على الخير كفاعله، شير الفيديو على صفحتك عشان نفيد الراجل ده.